اليوم عيد القديس يعقوب في أبرشية القدس. أبرشيتنا إحنا قديسنا اللي هو رسول يعقوب، واللي هو كان أول بطرك وأسقف للقدس. اليوم بتحتفل كنيستنا فيه وكل سنة تسمي. اليوم بدنا نشوف إنجيل الراعي الصالح. خلينا نبدأ نصلي ونشوف وين بدنا نروح مع هالإنجيل، لوين بدنا نوصل. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان. هذا روح الحق الحاضر اللي احنا نطلب منه دائما انه يملانا ويساعدنا. روح الحق اللي احنا محتاجين مساعدته في الفترة هاي. روح الحق اللي نطلب منه دائما ان يكون معنا ويكون بيننا. مالي الكل كنز الصالحات ووهن الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل داس، وخلص أيها الصالح نفوسنا. قدوسنا الله، قدوسنا القوي، قدوسنا الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوسنا الله، قدوسنا القوي، قدوسنا الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. قدوسنا الله، قدوسنا القوي، قدوسنا الحي الذي لا يموت، ارحمنا وارحم العالم أجمع. امبارح الأحد كان عندنا عيد الراعي الصالح، وكانت القراءة للراعي الصالح، واليوم كمان عندنا في الكنيسة القراءة للراعي الصالح. ويعقوب الرسول كان أسقف، يعني كمان كان راعي صالح. خلينا نشوف إنجيل القديس يوحنا إصحاح 10 من 11 ل 18. قال يسوع: أنا والراعي الصالح يبذل نفسه في سبيل الخراف، وأما الأجير وهو ليس براع وليست الخراف له، فإذا رأى الذئب مقبلا ترك الخراف وهرب، فيخطف الذئب الخراف ويبددها، وذلك لأنه أجير لا يبالي بالخراف. أنا الراعي الصالح، أعرف خرافي وخرافي تعرفني، كما أن أبي يعرفني وأنا أعرف أبي، وأبذل نفسي في سبيل الخراف. ولي خرافة أخرى ليست من هذه الحظيرة، فتلك أيضا لابد لي أن أقودها وستصغي إلى صوتي، فيكون هناك رعية واحدة وراع واحد. إن الآب يحبني لأني أبذل نفسي لأنالها ثانية، ما من أحد ينتزعها مني، ولكني أبذلها برضاي، فلي أن أبذلها ولي أن أنالها ثانية، وهذا الأمر تلقيته من أبي. كلام رب. اليوم مش رح نحكي عن موهبة لمواهب الروح القدس. اليوم بدنا نوقف وقفة نسأل حالنا سؤال. صبح سمعت فيروز بتقول بتغني، صوت فيروز جاي دائما مع رعية نزار قباني قادم من الفردوس، فبتقول: سألتك حبيبي لوين رايحين؟ بلكو احنا لوين رايحين؟ عم ناخذ بمواهب الروح القدس وخدنا صفتنا اكثر من موهبه، عمالنا ندخل كل يوم بعمق أكثر وأكثر وأكثر. لوين رايحين؟ يسوع بيقول بالإنجيل، بيقول: أنا الراعي الصالح، أعرف خرافي وخرافي تعرفني. هل إحنا نعرف خرافي؟ نعرفه؟ هو بيعرفنا، إحنا بنعرفه؟ وهم يرجعنا كمان مرة للثالوث: أعرف خرافي وخرافي تعرفني، كما أن أبي يعرفني أنا
وأنا أعرف أبي. المثلث هذا شو بيعمل فينا؟ لوين بوصلنا المثلث؟ ما بعرف. يسوع بيعرف خلافه، خلافه بيعرفه، والآب بيعرف. يعني الآب بيعرف يسوع، ويسوع بيعرف خلافه. يعني رجعنا كمان مرة للخراف والآخر هذه الحظيرة، فتلك أيضا لابد لي أن أقودها وستصغي إلى صوتي، فيكون هناك رعية واحدة وراع واحد. يعني منفوت نرجع لعمق المثلث اللي هو أنا لما بدي أفوت مع الثالوث الأقدس ومع الآخر لجوا المواضيع هاي. شو في اليوم بالذات؟ ايش في؟ اليوم في شيء جدا مهم. في سؤال كثير مهم، لوين رايحين؟ احنا لوين رايحين؟ العالم اللي عم نعيشه حاليا لوين ماخذنا؟ وين بدنا نروح؟ هل احنا رايحين بإرادتنا؟ ولا رايحين غصب عنا؟ مفروض انه الخراف تعرف صوت راعيها. احنا بنعرف صوت الراعي؟ نعرفه صح؟ هو بيعرفنا بس احنا بنعرفه؟ مفروض الخراف بتروح ورا الراعي، ما بتروح ورا الديب. انا بتخاف منه وبتعرف انه بياكلها. اذا الخراف الحيوانات بتعرف الحكي هذا، احنا ليش مش عارفينه؟ حظيرتي ولازم ترجع. ليش احنا مش قادرين نعرف الحكي هذا كمان ونمشي فيه؟ وين وصلنا بالمرحله اللي احنا فيها في كل اللي عم بيصير حوالينا؟ كلنا صرنا بنحارب باسم الدين. وين وصلنا؟ تعالوا نطلع على كل اللي حوالينا بالارض عم بيعيشوا حوالينا. احنا في بيت لحم الحمد لله لسه وضعنا احسن كثير من محلات تانية. نشكر الله ونحمده على الموضوع هذا. تعالوا نشوف الارض شو عم بتعيش عشان نعرف احنا لوين رايحين. احنا طلبنا الروح القدس وطلبنا من المواهب، ربنا يملانا من المواهب علشان نعرفه، عشان نعرف صوته لما يحكينا. بس احنا لوين رايحين؟ الارض ارتاحت منا هالشهر، هالشهرين طبقة الأوزون سكرت، صار في نفس احسن، طبيعة تنفست، الحيوانات اخذت راحتها. لوين رايحين احنا؟ وين نوصل؟ شاطر فينا صار يدافع عن الدين، كان بسلاح يدمر فيه غيره، كان بعقيدة يعني برضو سلاح ينزل فيه بغيره، وكلنا منحارب ومنقاتل باسم الدين ولا ربنا ومنقاتل ربنا. وللأسف الشديد احنا كلنا صرنا بعاد عن ربنا بسبب اللي عم نعمله. صارت الناس تسأل وين ربنا؟ ليش ساكت على كل هذا ما دام كل شيء عم نقاتل فيه لاسم ربنا وعشان ربنا؟ وين رايحين احنا؟ اللي بيقاتلوا بسلاح علشان الغير كله كفار، بيغتصبوا بسرقوا وبقتلوا باسم الله. الله هيك فتوى، واللي عم بيطلع كل شوي حديث، واللي عم بيقاتل باسم ربنا، ولا هذا ما حكاش هيك، وهي العقيدة هيك، وهذا الموضوع هيك. وين احنا رايحين؟ لوين رايحين؟ اللي بده يفرض الدين على الناس، بده يفرض الدين على الناس شو ما كان دينه، ما بيفرضوا الا بالمحبة وبالأعمال. فيروا أعمالكم
ويمجد أباكم الذي في السماء. إحنا شو عم نعمل؟ إحنا عم نمجد الغيرة والشيطان. إحنا رايحين لكثير محل صعب. صار لازم نوقف ونسمع صوت الراعي، نسمع صوت الراعي اللي عم بينادي علينا. الغيرة اللي جوانا خلتنا نسكر كل حواسنا، ما نعرف حتى صوت الراعي اللي عم بيحكينا وعم بيقولنا تعالوا على المرعى. زمان يسوع كان يروح يجيب الخروف الضال ويترك 99 ويضلوا يستنوا. اليوم إذا راح يجيب واحد كل اللي بيستنوا مش عاجبهم، تركنا وراه عشانه. وين المحبة؟ وين أعمال المحبة اللي لازم تشهد علينا إنه إحنا عن جد بني آدمين قبل ما نكون بأي طائفة معينة؟ نكون بني آدمين. عم نحارب بعض بأشياء دينية. خلينا الناس تزهق منا وتزهق من هالأشياء هاي. صارت من الأطفال اللي عم بيكبروا شوي شوي، هالجيل اللي عم بيطلع بيقول إذا ربنا موجود ليش هو سامح بكل هاي الأشياء؟ وكلنا بنحارب باسمه وعلشانه وعشان نثبت دينه على الأرض غصبا عنكم. وين إحنا رايحين؟ إحنا الشعب البسيط لا بملك سلاح ولا بملك حتى المعرفة الكاملة ولا بملك الدراسات اللاهوتية ولا بملك أي شيء. إحنا وين رايحين؟ إحنا كشعب بسيط ما بنعرف إلا إنه المسيح أجا ومات على شأننا بدون ما نفوت في أي هاي المعجبة على الدنيا ومش قادرين نستوعبها. وين رايحين؟ أي سلاح عم نستعمل؟ إحنا ما عندنا سلاح نطخ فيه ولا عندنا سلاح إن نطعم فيه ولا عندنا أسلحة دمار شاملة وكبيرة. إحنا ناس بسيطين جدا. خبزنا كفافنا أعطينا يا رب. ويدوب يدوب هلا. وين رايحين؟ شو قراراتنا رح تكون مستقبليا بكل اللي عم بيصير حوالينا؟ ليش السيستر بتحكي هيك اليوم؟ لأنه إحنا لازم نسمع صوت الراعي علشان نعرف إحنا لوين رايحين. إذا نمشي وراه ولا ما نمشيش وراه. في أصوات كثير صارت متشابهة، بطلنا نعرف وين رايحين، بطلنا نعرف وين ماشيين ولوين رح نروح، وماشيين بس هيك لأنه فاكرين إنه هذا هو الصوت. لا، الصوت اللي ما كانش فيه محبة تبذلت نفسها على الآخر يبقى مش هذا هو صوته. إذا ما كانش فيه محبة هي بتخليني أعمل العمل اللي لازم اللي بخليني أكون إنسان يبقى مش هذا هو الراعي اللي أنا ماشي وراه. سلاحنا الوحيد هو المحبة، وهو اللي راح يفرض حاله على العالم كله، وهو اللي راح يقاوم كل شيء. ليش؟ لأنه إحنا الصغار، إحنا البسيطين، إحنا اللي بس المحبة اللي سلاحنا واللي بتخلينا نمشي ونمشي أكثر وأكثر لغاية ما نوصل لنعرف صوت الراعي، لنعرف وين رايحين، لنعرف إيش بدنا بهالدنيا. خايفة. ناس بطلت تعرف تقرر تطلع على شغلها أو تقعد في البيت. بطلت تعرف تقرر شو بدها تعمل في مستقبل أولادها. روحوا على المدارس ولا يقعدوا في البيت. التعليم ولا حياتهم. بطلنا نملك أي قرار بعد ما كنا إحنا صناع القرار. ليش؟ لأنه بطلنا نسمع صوت الراعي. بطلنا نسمع صوت الراعي. سلاحنا صار مبدأنا وقوتنا اللي برضو في هالفترة هاي أخذها منا. ما في سلاح في الدنيا إلا المحبة. ما في سلاح بيفرض حاله إلا المحبة. بلاد كثيرة المستشفيات عم بتسكر فيها، المصيدليات عم بتسكر فيها، كل إشي صار فيها غالي، الناس مش قادرة تجيب حليب لأولادها. لوين رايحين؟ لوين رايحين؟ لا
ليش عم ينضغط علينا لهالدرجة؟ شو بده يصير؟ وليش عم بيصير كل هذا؟ لازم نسمع صوت الراعي عشان نفهم احنا وين رايحين، لانه اذا وقفنا في يوم من الايام عشان نختار نعرف نختار صوت الراعي، ما نختار صوت حد ثاني، ورح نوقف قدام الحكي هذا في يوم من الايام ونختار ما بين الراعي الصالح وما بين الذئب الطالح. شو رح نختار؟ ولوين رح نروح؟ وشو بدنا من هالدنيا؟ الولاد عم بيناموا طول النهار وبيسهروا طول الليل على الانترنت، لما مش عارفين شو بدهم يعملوا. الدنيا تشقلبت كلها. وين وصلنا؟ لوين رايحين؟ غزت بلاد باسم ربنا، اغتصبوا كثير من البنات باسم ربنا، أطفال مش لاقية تاكل ومشردة بالشوارع باسم ربنا، مي نظيفة مش عم بيلاقوا إياها يشربوا ويغسلوا باسم ربنا، وكل هذا عشان الكفار لازم يرجعوا لربنا ويأمنوا بربنا. ليش؟ هيك ربنا بده؟ هذا هو ربنا؟ لا، ربنا عمره ما كان شر. ولكل اللي بيصرخوا بيقولوا لو في ربنا كان حكي هذا ما صارش، مش ربنا اللي بيعمل هيك، هذا الشر اللي فينا اللي بيعمل هيك. حب المادة وحب السلطة وحب الاقتناء هو اللي بيخلينا نقاتل وناخذ اسم ربنا ذريعة لنوصل للي بدنا اياه. وفي ناس هالقد بسيطين بيروحوا بورا صوت الراعي وبيعملوا كل الاعمال هاي باسم ربنا وهم مفكرين انه هم عم بيخدموا ربنا. لا، اصحوا، مش هذا صوت الراعي. صوت الراعي صوت واحد بس بيدعو الى المحبه. جرس ناعم صغير هيك بيدق بيقول احبوا بعضكم بعضا. بيقول انا ما يكونش عندي 10 اصناف اكل على الطاوله واخوي بغمس الخبزه، بغمس الصحن وهو فاضي بخبزه عشان يحس انه هو عم بياكل شيء. لوين رايحين؟ لوين رايحين؟ انتبهوا يا جماعة، احنا رح نوصل لمرحلة نختار فيها. هل انتم مستعدين تختاروا؟ هل عندكم القوة الكافية من جوا انه تختاروا صوت الراعي تتميزوه وتختاروه؟ هل عندكم الحكي هذا؟ كنايسنا مسكرة، عم نصلي في البيوت، حلو كثير. احنا محتاجين اضعاف الصلاة هاي. احنا محتاجين اشي كمان فوق الصلاة هاي، المحبة. الصلاة هلا هاي صارت لازم تتحول لفعل محبة علشان نقدر نعرف وين رايحين، شو هو الطريق اللي احنا ماشيينه واللي رح يوقفنا في لحظة انه نختار نمرق الباب هذا او نمرق الباب هذا. لازم تعرفوا صوت الراعي اللي عم بينادي عليكم، لازم تميزوه. لما بتخبوا كلامه بقلبكم وقلبكم بصير انجيل بتقدروا تميزوا الصوت هذا وتتبعوه. وانتبهوا، رح يوصل لمرحله، نوصل لمرحله انه رح نختار ما بين الطريق هاي والطريق هاي، واختاروا الطريق اللي بتؤدي للملكوت حتى لو كان فيها الموت قريب، لأن الطريقين بنهايتهم في موت، بس موت بيؤدي للهلاك وموت بيؤدي للسماء. لازم نعرف احنا لوين رايحين، لازم نعرف احنا وين بده يوصل، لازم ندخل اكثر واكثر بعمق عشان نسأل حالنا شو بدنا نعمل. احنا هلا كثير مخربشين لانه مش عارفين نرجع حياتنا زي ما كانت، ولا عارفين كيف بدنا نكمل. الاشي الوحيد اللي بخلينا نعرف كل الحكي هذا ان نعرف صوت الراعي هو اللي بده يدلنا على وين بدنا نكمل، هو اللي راح يقول لنا تعالوا الطريق من هون، لا
بس اذا انا ما ببين صوته راحت علي الطريق، وراحت علي الحياة، وراحت علي الحياة الأبدية. الحياة هي رايحة رايحة، ما فيش شيء ضايل، بس ما تخسروا الحياة الأبدية. عشان هيك ركزوا، ارجعوا، نطفوا بنيكم عشان تسمعوا صوت الراعي الصح، صوت الراعي اللي بذل حاله من أجل خرافه عشان يرجعهم للحظيرة ويدير باله عليهم. تفتحوش لأي حد ما بتعرفوه، تفتحوش لأي حد ما بتعرفوه في الضحك بيدخل على الحظيرة بعدين ياكل هالخراف. الذئب بيجي بمليون صوت ومليون صورة علشان يفهمكم انه هذه هي الحياة الأبدية. انتبهوا، وبقول كمان مرة رح نوصل لمرحلة نختار فيها بين طريقين. ارجعوا لصوت الراعي علشان تقدروا تختاروا الطريق الصح. كثفوا الصلاة بزيادة، مش الصلاة اللي بنردد فيها، لا، الصلاة اللي بنقدر فيها نقعد مع حالنا ونسمع صوت ربنا علشان نعرف وين رايحين. حتى لو كان الطريق هاي حياتي فيها بدي أروح، بدي أدفع حياتي فيها بدي أروحها، لأنه هي اللي بتخليني أفوز في الملكوت، لأنه يوم فوق بمليون سنة تحت، خاصة إذا رحنا على الجحيم فيش ولا إشي رح يطلعنا من هناك. انتبهوا، اسألوا حالكم، حطوا السؤال اليوم على قائمة كبيرة هيك قدامكم، احنا وين رايحين؟ بدنا نرجع شوي شوي على شغالنا، اوكي، بدنا نرجع شوي شوي على الحياة، مع انه مش رح ترجع زي ما كانت، ماشي، بس احنا وين رايحين؟ شو الصوت اللي لازم نتبعه؟ ولازم نتبعه ونروح معه. اطلعوا من خوفكم، لأن الخوف بربطكم، بيخليكم ولا تسمعوا صح. اطلعوا من ذواتكم. كل اللي حكيناه الفترة الماضية خلال الفترات هاي كلها لنعرف ربنا، نعرف الروح القدس، نعرف الصوت اللي عم بينادينا نتبعه. واجه الوقت اللي انتم تختاروا فيه انه بدكم تعرفوا تميزوا الصوت ولا مش رح تعرفوا تميزوه، بدكم تتبعوه ولا ما تتبعوهوش. صار الوقت اللي نصحى فيه، نصحى فيه من كل عاداتنا، من كل من كل الشغلات اللي احنا محتفظين فيها جوا، حتى بعد كل هالظرف الكبير اللي احنا مرعنا فيه. عشان الوقت اللي احنا نقول له انا بدي اتبعك بس اعطيني اعرف صوتك، اصوات كثير عم بتنادي حوالي، بدي اعرف صوتك. الموضوع مش سهل ولا مزح، احنا مش قادرين نقرر اي اشي، عم بيجرفنا مش قادرين نوقف، لانه الدنيا هيك كلها، واللي بيحكم الدنيا كلها هيك معناه انه في لعبه وفي اشي مش سهل عم يصير. وعلينا انه نعرف صوت الراعي اللي بيقول لنا تحركوا او ما تتحركوش، امشوا او ما تمشوش، ونثق فيه. قالنا وقفوا، لو كان حوالينا النار كلها شعاله بنوقف، لانه احنا عارفين انه هو الراعي الصالح. قالنا امشوا، لو كانت الدنيا كلها شوك بنمشي، لانه الارض كلها شوك بنمشي، لانه بنعرف انه هذا هو الراعي الصالح ماخذنا على الطريق الصح. افتحوا قلبكم، افتحوا سلاحكم من جديد، حاربوا فيه قد ما تقدروا، دعموه باشياء كثيره، لانه سلاح المحبه هو السلاح الوحيد اللي بيخلينا ننتصر على الشيطان. يمكن تعملوا 10 سنين صلوات وتقشفات وصيام كله، وفعل محبه صغير يساوي هال10 سنين هدول. ربنا ما بينسى حد بيعطي كاسة مي لحد عطشان، هي فعل محبة. ما بينسى حد إذا بيعمل جوعان وحدا أعطى حدا جوعان، هذا فعل محبة. ما بينسى حد سامح وغفر، هذا ما بينسى حد ما برمش وما نمش وما نمرش بإيده، هذا فعل محبة. صار الوقت اللي نحارب فيه الشيطان بسلاح الصح، مش بسلاح اللي بدمر العالم.
شبعنا حرب، شبعنا اغتصابات، شبعنا تشرد. دنيا مليانة الناس اللي عم بتنام بالشارع أكثر من عم بتنام في بيوتها، الناس اللي عايشة وحيدة أكثر من الناس اللي عايشة في عيلتها، والناس اللي عايشة بعيلتها وحيدة كمان كثيرة. وكل هذا بس عشان إحنا مش قادرين نسمع صوت الراعي. صوت الراعي اللي أجى بذل نفسه من أجلنا عشان يرجع لنا الروح القدس ورجعنا للملكوت. وزي ما قلت لكم كلنا رايحين لطريق الموت، كلنا ميتين هلا 10 سنين 30 سنة 40 سنة كلنا راح نموت، وساعتها راح نوقف عند اختيار أروح هيك ولا أروح هيك. اختاروا قبل ما توصلوا للموت، لأنه لما نوصل للموت انتهى الموضوع خلص. أنا أعطيتك حياة كاملة تختار فيها بس أنت ما عرفتش تسمع صوتي. افتحوا دينين قلوبكم ونفوسكم عشان تقدروا تصغوا إلى صوت الراعي اللي بيقولكم كلمة واحدة بس، ما قال غيرها وبضل يكررها وعيدها، واللي أجوا بعد كرروها: أحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. يعني حب على الصليب، حب حتى بذل الذات. هذا السلاح الوحيد اللي إحنا بنقدر فيه ندافع عن العالم، نكون رجال الله الأقوياء اللي بدافعوا عن العالم. الأرض ارتوت بدم كثير، الأرض شبعت من التعب ومن الزعل ومن العياط ومن البكاء ومن التنهدات، الأرامل واليتامى، الثكلى، المجروحين، المعاقين، كل هدول الأرض تعبت وإحنا تعبنا، وكلها شغلة بسيطة أحول لفعل محبة يخليني أسمع صوت الراعي اللي بيقول لي تعال. انتبهوا يا جماعة، انتبهوا، وقفوا حتى لو كان السيل جارفكم، وقفوا وفكروا. تموتوا تحت الإجرين ولا تموتوا باسم الشيطان، موتوا تحت إجرين الناس اللي عم تمشي وتداحس عليكم ولا تموتوا باسم الشيطان. اوعى تخسروا ربنا، اوعى تخسروا الأبدية، اوعى تخسروا الحب والمحبة. السلاح اللي بيهزم كل أسلحة دمار اللي في العالم، كل الأسلحة اللي في العالم دمار، سلاح الحب هو اللي بيهزمها. سلاح الحب، سلاح المحبة، فعل صغير من المحبة هو اللي بيهزم الشيطان وبيخليه يهرب من أمامك. تسلحوا بالحب والمحبة، غيروا الناس بالخير مش بالشر، خلي كل ردات فعلكم خير عشان تقدروا تكسبوا العالم. ضلوش مسكين بعقيدة وتحاربوا فيها، حاربوا من أجل الحب. ضلوش مخلين إن كنتوا صح وغيركم غلط، حاربوا بالحب. اقبلوا الآخر حتى تغيروه، حتى يوصل لكم. والخراف اللي مش منحضيرة هلا رح تصير منحضيرة، لأن يسوع مش رح يرضى إنها تضل برا. والعذراء إم الكل، حتى اللي مش من الحظيرة هي إمهم، وفيش إم بتخلي ولادها برا. اسمعوا لصوت الراعي، اسمعوا لصوت الراعي عشان تعيشوا بأمان وتموتوا بأمان وتروحوا للدار الأمان. إحنا عندنا كامل الحرية، حرية إرادتنا كاملة، وهون علينا الحق إذا اخترنا صح أو اخترنا غلط. صوت الراعي هو اللي بيصحينا وبينبهنا لوين نروح. افتحوا قلوبكم عشان تسمعوا وتلحقوا وتروحوا معه لفوق عشان تفوزوا بالحياة الأبدية. لأنه إحنا على الأرض مش قادرين نعيش الحياة تعب، كيف نكمل كل حياتنا الأبدية في النار؟ مش حدا واقف على باب السماء بقول هذا بدخل هذا بدخلش. ربنا هو الوحيد اللي له يدخل او ما يدخلش، يفتح او ما يفتحش. لا انا ولا انت بتقول هذا بدخل وهذا بدخلش. ربنا الوحيد اللي عارف القلوب وفاحص الكلى والقلوب هو اللي بيدخل الناس او ما بيدخلهاش. هو بيعرف
يمكن ان انت شايفه هالقد سيء يكون بنظر ربنا رحيم اكثر منك. افتحوا دينيكم واسمعوا لصوت الراعي. اسمعوا لصوت الحب والمحبة. كيف بدي اعرف؟ لما بحس جواي سلام وامان بعرف اني انا ماشي صح. لما ضميري ما بيقلقنيش من جوا بعرف اني انا ماشي صح. خليكم صاحيين. خلي صوت الراعي يشتغل جواكم، يضل يرن عشان يقول لكم الطريق من هون مش من هون. كل المواهب اللي عم نطلبها من الروح القدس بتساعدنا لنعرف صوته. صوت الراعي اللي دفع حياته من اجلنا. ما تخاف، ما تقلقوا، خليكم متمسكين وماشيين وراه، مش راح تتوهوا، طول ما انتوا وراه مش راح تتوهوا. إذا خفتوا وقلقتوا وبلشتوا تدوروا على طريقكم بحالكم ولحالكم، ساعتها انتوا بتتوهوا وبتضيعوا. خليكم وراه، خليكم وراه الراعي الصالح لغاية ما يعبركم هالبر اللي احنا مش عارفين لوين رايحين له. مش عارفين وين رايحين، ولا على شو راح ترسل. كل واحد بيحلل شيء، كل واحد بيقول شيء. هو الوحيد اللي بيعرف. امسكوا فيه وراح توصلوا لبر الامان. اعرفوا صوته وراح توصلوا لبر الامان. كنا ندافع عن وطن، كنا ندافع عن بلد، كنا ندافع عن حقوق. ندافع عن اي شيء، لانه احنا مش عارفين ولا شيء. ولا شيء. هو بيعرف. اذا هو بيعرف غمض عينيك، امسك فيه، اسمع صوته وروح انت اعمى، لانه هو رح يوصلك لطريق الأعمى. خلينا نصلي انه ربنا عن جد يفتح قلوبنا ويعطينا انه نسمع صوته. يا راعي الخراف، ايها الراعي الصالح، احنا تهنا مش عارفين وين رايحين، مش عارفين شو اللي عم بيصير، مش عارفين شو النهاية، لكن احنا متأكدين انه بلحظة من هاللحظات رح نوصل معاك. اعطينا نسمع صوتك يا رب، اعطينا نسمع صوتك عشان نعرف وين رايحين، وين بدنا نروح. اعطينا الامان من جوا، اعطينا الايمان انه نمشي وراك بدون ما نخاف، بدون ما نسأل. اعطينا انه نآمن ونعرف انه انت عن جد هو الراعي اللي عم بينادينا. اعطينا ميز صوتك من بين كل هالاصوات اللي عم تحكي. اوعى تتركنا يا رب، اوعى تتخلى عنا، حتى لو ضعنا تعال رجعنا. اوعى تتركنا يا رب، احنا اولادك، احنا اولادك. ان شاء الله نهاركم مبارك. وربنا عن جد بيكون هو الراعي تبعكم في كل يوم وفي كل لحظة. ما بيسيبكم ولا ثانية، ولا تسيبوه ولا ثانية. في هالميمة اللي احنا فيها، في هالوضع اللي احنا فيه، لو ما عرفناش وين رايحين، بس بنعرف انه في حد عم بيسوق فينا وبيقودنا للطريق الصح. نهاركم سعيد، وان شاء الله ربنا يكون دائما وابدا معكم يا رب. امين.